الكتيبه موجوده الثمن باقي زين، الناس ما تخلصتش، وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. الكتيبه زين هذا العام، كل شيء زين الحمد لله. عندي البرقيه دابا، البرقيه اللي كاينه، والسوق غادي يكون ان شاء الله زين، والناس باقي ما شراتش، وكل شيء زين الحمد لله. الثمن كله وثمنه، كاينه من 40 44 36 38، السرديه كاينه 50 55 60، الثمن ما مقادش، الناس باقي ما تخلصت ما والو. النفايات من الدرجه الاولى عندنا فيها ازبال، الازبال لان الناس هنا فين ما يمكنش، لانه حتى بالنسبه للزباله بعدوا علينا، وبالنسبه لواحد الانسان اللي عنده هو ما يمكنش ليه يهز الزبل ويديه حتى للكبه، من تيخرجوا الكبه تيخرجوا الزبل هنا ما كاينش الناس اللي تعاونوا معنا، بالنسبه للناس ديال البلديه باش تعاونوا معنا ويهزوا لنا الزبل ويوصلوه للمكان اللي هي ديال النفايات. حنا وداك الشيء باش دينا واحد السمعه لانها هي سيئه في هذا السوق بالضبط، الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه لانه الناس ديال المدينه مدينه عندنا صوره غير مشرفه بالنسبه لهذا الشيء. الناس اللي كتبيعوا باوسط المدينه، حنا كنشوفوا بانه هذا السوق عامر، وعندنا سوق اخر هو عامر وسط المدينه. هذه حاجه، على حنا كان عندنا سوق خصنا كاملين نمشوا لتما، ولا كاملين تحولوا لنا بالنسبه سوق، هذا سوق ديال الساكنه مجموعه. بالنسبه للناس ديال السلطات خصهم يديروا الخدمه ديال ان داك الشيء كامل اللي كاين في المدينه يمكن يتحول لهنا، وتجمع السوق جميع السوق اللي كيتجمعنا، ويكون الناس اللي هنا عندها مضره، لانه ما يمكنش حنا ما غاديش نقولوا لانه بنادم هذا، والوقت على حسب الناس اللي هما تيبيعوا تما في المدينه، وانما حنا عندنا مضره صراحه، مضره لانه الناس ديال السلطات ما تعاونينش معنا. هذه بالدرجه الثانيه، ما متعاونينش معنا، لانه كون حدوا من داكشي ديال الكراجات وحولوا لنا داك السوق اللي كاين في وسط المدينه، حولوا لهنا، يمكن يتجمع عندنا السوق، ويمكن الناس كلشي يعرف بانه السوق مزيان. الناس تما كيبيعوا بسومه غاليه، ولكن الناس هنا بسومه زعما راه مستوى يعني ما بين 1500 حتى 2500 درهم، راه ماشي كاين شي يعني شي ثمن بلافو. هذا الشيء ديال الترقيم ديال اللي دارت وزاره الفلاحه صدق مزيان الحمد لله في هذا الشيء ديال الاعياد، من داك الشيء ديال اللي كيديروا داك الشيء ديال العلف ديال التعفنات، وتيديروا داك الشيء المسائل اللي هي ودوك الكراجات وسط المدينه، وداك الشيء ما خدام. المهم الحمد لله هاد الشيء اللي دارت الفلاحه هذا العام خدمت فيه، هاد الوزاره خدمت فيه مزيان، وداك الشيء عاد يعني واضح داك الشيء واضح الحمد لله. والاختلاف ما بين العام الاول وهذا العام هو هذا العام كاين زايد الثمن شويه، على قداش كاين هذا العام؟ كاين الصيف الحمد لله في المغرب. هذا العام الحمد لله كاين الثمن مناسب، وناقصه واحد 200 درهم في الكبش، وهذا العام درنا الترقيم على حساب الغلام، حيت الناس كان كتخسر اللحم كيخسر ليهم كيزرق ليهم اللحم، هذا العام دار لهم الترقيم باش على حساب الجوده، باش الانسان الا دار الكبش ديالو باش يعرف تا واش دا معاه، ماشي يكون واحد يدي واحد الكبش يعني ويخسر ليه اللحم ديالو ويضيع فيه ولا. الحمد لله الكتيبه موجوده، وهاد الارقام اللي خدمت معنا هاد الناس مزيان، الارقام مزيانين لينا حنا في صالحنا، الناس باش تخدم مزيان والامور مزيانه الكتيبه موجوده الحمد لله في الداخل ولا هنا تبارك الله. الناس بغات تعيد بخير وعلى خير، الكافي كاين الحمد لله، الناس كامله تعيد، ما كاين شي واحد اللي غتخصو شي حاجه بيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء الحمد لله موجود. النوع كاين، البرقي كاين، السردي كاين، المعزي كاين، كل شيء الخير موجود، الخير غادي شيط كاع، ما الخير موجود. بالنسبه للثمينه لاباس بها، ما كاينش ثمن بزاف، كاينه 50 كاينه 60 كاينه، كل واحد علاش كاينه حتى 30، كل واحد على الثمن ديالو علاش باغي، كاين حتى 20 الا بغى بها 1000 درهم راه كاين. مهم الناس كامله تعيد. وريك تصور انت كاين، ما كاين هنا الكاميرا في سيدياتي تابعني غانا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتي بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.